ما بين مطرقة قوات مجموعة فاغنر الروسية وسندان القوات الأوكرانية، تتهاوم مدينة بخموت الاستراتيجية التي يتركز فيها القتال منذ شهور. مجموعة أعلنت سيطرتها على مبنى بلدية بخموت، قائلة إن هذا يعني أنها باتت تسيطر على المدينة بالمعنى القانوني. 2 أبريل، الساعة الآن 11 مساء 2 أبريل. المبنى الذي خلفي هو مقر بلدية مدينة بخموت، وهذا هو العلم الروسي. ها هي شركة فاغنر العسكرية الخاصة، وها هم الرجال الذين سيطروا على بخموت. من وجهة نظر قانونية إنها لنا، العدو يتركز في الأجزاء الغربية من بخموت. في المقابل أكدت كييف أنها لا تزال تسيطر على المدينة الواقعة في شرق أوكرانيا، وأنهم يتصدون للعديد من هجمات القوات الروسية المتواصلة. لكن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أقر بأن قواته تواجه وضعا صعبا للغاية في بخموت. أنا ممتن لهؤلاء المحاربين الذين يقاتلون في أفيدفيكا ومرينكا وبخموت، خصوصا بخموت، إنها ساخنة اليوم بشكل خاص. وباتت بخموت التي كان يسكنها نحو 70,000 نسمة قبل النزاع رمزا للمواجهة بين روسيا وأوكرانيا للسيطرة على منطقة دونباس الصناعية. وتقدمت القوات الروسية في الأشهر الأخيرة باتجاه شمال المدينة وجنوبها، قاطعة طريق الإمدادات الأوكرانية ومسيطرة على الجزء الشرقي منها. وفي 20 مارس أكد بريغوجين أن فاغنر تسيطر على 70% من بخموت.